أهلا بكم. في الوازعية تعيش عشرات الأسر النازحة بفعل الحرب أوضاعا صعبة تفتقر فيها لأبسط مقومات الحياة. حين سيطرت الميليشيا على المديرية قامت بعملية تهجير واسعة لأبناء المنطقة، ومنذ أشهر بقي هؤلاء في العراء دون أي اهتمام. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نسلط الضوء على المأساة الإنسانية لنازح الوازعية وكيف تتعامل المنظمات مع هذه القضية. أشهر طويلة وجريمة ممتدة لا يبدو أنها في طريقها لتجد حلاً أو تفاعلاً من قبل المجتمع الحقوقي والإغاثي. ذلك هو حال المئات من النازحين في مديرية الوازعية غرب محافظة تعز، والذين يتوزعون على مناطق عدة في محافظتي عدن ولحج. في ظروف صعبة وغير ملائمة تعيش عشرات الأسر بدون أدنى مقومات الحياة، فيما لا يبدو أي أثر لمنظمات الإغاثة، وعلى رأسها اللجنة العليا للإغاثة، المؤسسة الرسمية المنوط بها متابعة وضع هؤلاء ومعالجة مشكلتهم. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد هذا التقرير. من جحيم الحرب والمواجهات فر هؤلاء، لكنهم وجدوا أنفسهم في جحيم آخر قد يكون أقسى وأمر. الحرب كادوا يضربوا بالكاشوشة، القاهل لقد شافها يزول قري داخل البيت يهب ميلطة، وقارب من الطائرة تقعر القاهل يهب ميلطة داخل البيت، وقارب قوع، وقارب ناس هربوا خلى البهائم حقهم مقدلين. نازح من مديرية الوازعية الغيل من الضرب العشوائي الذي استهدفه يعني الميليشيات، يقصفوا القصف العشوائي علينا وخرجنا وتشردنا نحن وأطفالنا وجهالنا وكل شيء، تركنا بيوتنا وأموالنا وكل ما نملك يعني من كل شيء. في هذه الخيام التي لا تقيهم حرارة الشمس ولا صقيع برد الشتاء تعيش عشرات الأسر التي شردتها حرب الميليشيات الإنقلابية. ساعة نحصل أكل ساعة ما نحصلش، وصراحة كهاي ناس صراحة يطلبوا ناس صراحة ما يحصلوش حب ما يحصلوش طعم ما يحصلوش. يفتقر النازحين هنا لأبسط مقومات الحياة في ظل الوضع الصعب الذي فرضه عليهم النزوح، كما ضاعف غياب دور السلطة المحلية والمنظمات الإنسانية من معاناتهم. هربنا من داخل الوازعية للكدعة، ما قابلنا حتى شيء، ورجعنا من داخل الوازعية للقوني، كنا كل يوم لنا محل نهرب نتغير، وتبهذلنا وقوع، ولا ما معانا ناكل يلا الوزف والحبة الطماط والخبز، عاد نحن نروح نطلبه من القرية، والشاهي من القرية، والسكر من القرية، وصايح ونمشي ونبكي، لا حتى خرجنا بين الشجر، لما خرجنا إلا الساعة 12 ونص نحن بين الشجر هاربين. يتطلع هؤلاء لأن تقوم الحكومة والمعنيين بواجباتهم تجاه معاناتهم وتقديم يد العون لهم، خصوصا وقد فقدوا كل شيء بعد أن فروا مخلفين وراءهم مساكنهم وممتلكاتهم، منها ما التهمها القتال، وما تبقى سيصير في عداد المفقود لطالما والميليشيات تعمل على تدمير كل شيء. ينضم لنا الآن مشاهدينا الكرام من الوزعية عضو المجلس المحلي في المديرية سيد أحمد الظرافي. مساء الخير سيد أحمد. مساء النور العافية. أهلا بك سيد أحمد. إذا ما بدأنا معك، من ما هو عدد النازحين في المديرية؟ هل هناك أي إحصائيات بخصوص ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. طبعا المديرية كثيرين، وفاق أكثر من ثلاثة أرباع النازحين منها، ويبلغ عددهم تقريبا أكثر من 3500 أسرة نزحوا في جنوب اليمن وفي مديرية الشمايتين في تعز، نزح أيضا وأيضا كذلك مديرية المضاربة بلحج. فعدد كثير من النازحين الذين شردهم عفاش رجموهم بالراجمات والمدافع والقذائف والصواريخ، وشردوا أهلها وجعلوا أهلها أذلة، وهذا فعل الجبناء والخبثاء الذين ينشرون الرعب والذلة والمهانة في قلوب الناس، وشردوا الناس من ديارهم، والآن النازحون يعانون
ماساه، ماساه الجوع والتعب والمهانه، وايضا كذلك نعم عن ديارهم يسدد او يشكل ايضا كذلك حاله نفسيه للناس. والدوله اليوم اصبحت لا تنظر يعني لهؤلاء الناس النازحين والمشردين من ديارهم ومن مديريتهم. اكثر من 5 أشهر لم تصلهم اي منظمه تغيثهم او الدوله تعينهم توجدهم يعني وتعزهم في اماكن خيمات او طيب استاذ احمد، قبل ان ندخل الى طريقة تعامل المنظمات مع النازحين هناك، أنت حدثت على أن هناك أكثر من 3500 أسرة نزحوا في من المديرية في جنوب اليمن، في مديرية شماية في تعز، مديرية المضاربة بلحج وغيرها. هؤلاء هل هناك إحصائيات عن وجود النازحين في كل مديرية في حدا؟ هل قمتم أنتم كمجلس محلي بزيارة هؤلاء النازحين في الأماكن التي ذهبوا إليها، وأقمتم يعني بعملية إحصاء لأماكن وجودهم أو في أماكن وجودهم؟ إحصاؤهم موجود يعني الأخوة اللي تابعوهم من البداية اللي خاصة في الجنوب عندهم إحصائيات، في جمعيتين إحصائيات موجودة، وأيضا كذلك في مديرية المعافر ومديرية المضاربة، أغلبهم في مديرية المضاربة وفي عدن. نعم. طيب كمجلس محلي، ما الذي قدم لهؤلاء النازحين خلال أشهر من المعاناة التي تتحدث عنها؟ قدمت بعض المساعدات كالفرش والبطانيات في بداية النزوح، كان الإعلام الصحفي إعلام مسموع ومرئي، أما الآن بعد ما نزح الناس ظهر الإعلام وسكت عنهم، فكان في بداية الأمر يعني مساعدات وليس للكل، يعني حاجات رمزية وصلت للناس ووصلت بعض التغذية وبعض الجمعيات جزاهم خير. نعم. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا سيد أحمد، ينضم لنا الآن من عدن مشاهدينا الكرام والصحفي رضوان فارع. مساء الخير سيد رضوان. أنوار حياكم الله. سيد رضوان، منذ أشهر تعيش عشرات الأسر من النازحين في مديريات أو من مديريات الوازعية إلى أماكن عدة، أوضاع صعبة، حدثنا أكثر عن الصورة القائمة هناك. نعم تفضل. ألو نسمعك. نعم، عشرات الأسر للأسف، هناك خطين من النازحين، خط حرب من المناطق الحروب والمواجهات في منطقة كريش، ويبلغ يعني بحسب المعلومات الأولية التي حصلت عليها هناك في منطقة عطان، هناك في منطقة المسيلين، هناك في منطقة العرب تقريبا ما يقارب 1200 شخص أو أوضاع سيئة يعيشونها في هذه المنطقة، خصوصا أن الدراسة، المساكن، المنطقة نائية، المنظمات والجهود لا تكفي بما يحتاجونه من معونة غذائية، من تطبيب، من تسير لحياتهم ومن تدريس أطفالهم. بل أصبحت المشكلة متفاقمة على أبناء المنطقة ذاتها، حيث أن هناك بعض النازحين سكن في هذه المدارس، ما أثر على المنطقة بشكل كامل. في الطرف الآخر من الوازعية والمضاربة هناك كثير من الأسر تفرقت وحتى إلى منطقة الصبيحة، من هناك في لحج وصل من النازحين بعضهم إلى لحج والبعض في منطقة عدن، محافظة عدن في منطقة رأس عمران وصلاح الدين. قمنا بزيارة قبل شهر إلى منطقة صلاح الدين، وكثير من الأسر يعني كان أوضاعها بائسة، لكن هناك بعض الجهود التي يقوم بها بعض الأشخاص يعني تخفف من بعض المعاناة ولو بشكل قليل. كما أن هناك الأمراض، يعني أمراض وأوضاع معيشية صعبة جدا يعيشها هؤلاء النازحين، خصوصا أنهم أصبحوا غرباء في مناطق هي لم تكن حتى تقوم بأدنى شيء من الخدمات، كون هذه المناطق هي خارج حدود مدينة عدن والمحافظة الأساسية، فتكون الجهود خفيفة وقليلة.
طيب الآن يجب إيضاح أن السيد أحمد الظرافي كان معنا لكن الاتصال سقط لسبب من المصدر. أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ رضوان. ينضم لنا الآن من تعز رئيس ائتلاف الإغاثة الدكتور عبد الكريم شمسة. مساء الخير دكتور. مساء النور أستاذ. أهلا بك دكتور. قضية النازحين، نازحين الوازعية تحديدا، امتدت لأشهر طويلة، كل يوم تصبح القضية أسوأ من سابقه. ما الذي فعل في يعني أنتم في ائتلاف الإغاثة الإنسانية، ما الذي قمتم فيه لحل هذه الإشكالات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة قضية الوازعية ليست وليدة اليوم، هي منذ أشهر كما أشرت أنت. آخر الإحصائيات تقول هناك أكثر من 900 أسرة هجروا، وبالإحصائيات بشكل عام من أكثر من منطقة مثل منطقة الأليبية والرويس والأغبرة وغيرها من المناطق، تصل اليوم ربما الذين خرجوا من الوازعية إلى أكثر من 5000 أسرة. نحن في ائتلاف الإغاثة الإنسانية من البداية كنا إغاثتهم عن طريق عدن، واليوم عن طريق مؤسسة إرقى تم إغاثة ما نستطيع الإغاثة فيه، لكن المشكلة أكبر من هذا بكثير. اليوم الاحتياج شديد وبالذات في مجال الغذاء والدواء، ما لا أحد يستطيع أن يمدهم، وبالذات أن الإغاثة منذ شهر رمضان إلى اليوم في تعز صارت قضية منعدم حقيقة الإغاثة بسبب عدم اتجاه المؤسسات والمنظمات الدولية لإغاثة تعز، وكذلك مما زاد معاناة تعز انقطاع المرتبات في الأربع الأشهر الأخيرة. ولهذا نحن عبر قناة بلقيس نوجه نداء لجميع المنظمات الإغاثية بأن تسعف هذه المديرية وغيرها من المديريات. مديرية الساحل تدخل في هذا في هذه المديريات، موزع والمخا وذباب والوازعية، كل هذه المديريات متضررة، وهي أيضا متضررة في الأصل حتى قبل الحرب لأنها مناطق ساحلية لا أحد ينتبه إليها، لكن معضلتها في الحرب زادت كثيرا. ولهذا نعول في الأيام القادمة أن يحصل إنقاذ لهذه المديريات الأربع. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معي دكتور عبد الكريم شنسان. أعود إلى الصحفي رضوان فارع. أستاذ رضوان، من خلال ما تشاهده وتتابع ويعني توثقه أنت، ما هو حجم يعني المعونة الواصل لهؤلاء النازحين من قبل سواء السلطة المحلية أو من قبل حتى منظمات الإغاثة؟ يعني هناك الآن تحدث دكتور عبد الكريم شمسان عن أكثر من 5000 أسرة، السلطة المحلية تتحدث عن أكثر من 3500 أسرة، هناك أيضا حتى تشتت في الإحصاءات، كيف الوضع؟ بخصوص الإغاثة التي تقدم من جميع الأطراف هي لا تفي بالغرض، فأوضاع النازحين بهشة جدا لا تفي هي. نعم هناك جهود من منظمات، هناك جهود من جمعيات أهلية، من جمعيات في عدن، في ردفان، في الضالع، في لح، لكن ما يصل هو شيء شحيح جدا وهو لا يفي بالغرض، فهي أدنى 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 مستويات المعيشة. أنا ذهبت إلى منطقة رأس عمران فوجدت الناس هناك حالهم بائس جدا، وللأسف يعني أول ما تصل هناك سيارة الجميع يأتي بانتظار أن تأتيهم معونة. كذلك في منطقة عقام، في منطقة المسيمير، الوضع بائس، فما يصل من معونات هي يعني شيء بسيط جدا للأسف، حتى الكمية يعني تصرف مثلا في رأس الشهر للأسرة مثلا كيس دقيق أو ما بعض الفاصوليا والمعلبات، فهي لا تكفي خصوصا للأسر الكبيرة. فنتمنى أن يكون هناك اهتمام يعني من كل الجهات، وأن يتم معالجة هذا الموضوع بشكل رسمي. هناك يكون جهود من الحكومة وجهود من المنظمات الدولية وجهود من الجمعيات الأهلية التي لها جهود يعني ملموسة، لكن للأسف على المستوى مثلا المعيشي والسكن هو بائس جدا. يعني أنت عندما تنظر إلى كبعض النازحين يعيشون بين 4 جدران، لا سقيفة لا فرشان يعني تفي بالغرض، الأطفال أصبحوا مصابين بالأمراض، هذا ما وصلنا إليه. لكن هناك كذلك نازحين في مناطق نائية جدا في أرياف لم تصلهم أي معونات ولم تصلهم الإغاثة، وهنا المشكلة. وللأسف حتى المنظمات الدولية لا تتواجد في هذه المناطق ولا يوجد لديها فروع. حاليا تقريبا بدأت بعض المنظمات
تتواجد في عدن، لكن الجهود لا توجد وليس هناك ما يعني جهود او ما لاحظناه من تواصل ومن نزول الى هذه المناطق لاغاثه هؤلاء النازحين. طيب هنا السؤال يطرح نفسه حول يعني هذا الغياب الموجود او هذا الغياب الحاصل بسبب في هذه المناطق التي يتم فيها اللجوء من سكان الوازعية. السؤال هنا يطرح نفسه، هل تم إخبار المنظمات أو هذه المنظمات هل هي على علم، خاصة أن كثير من المنظمات الدولية لها مكاتب في صنعاء، مكاتب رئيسية ومكاتب فرعية في تعز في كثير من المنظمات، وهناك منظمات محلية في تعز أساسا، هل تم إخبارها، هل تم إطلاعها على هذا الوضع كإعلاميين؟ ما الذي قدمه الجانب الإعلامي في هذا الخصوص؟ بالنسبة للإعلام، هناك كثير من الصحفيين قاموا بنزول ميداني، كتبت التقارير الميدانية، كتبت القصص الإنسانية، تم نقل الصورة، هناك بعض القنوات نزلت، قامت بعمل تقارير تلفزيونية. أعتقد أن الإعلام قام بدور لا بأس به في هذا الجانب، وأنا أؤكد أن هناك قصور كثير من وسائل الإعلام ومن بعض الصحف والمواقع، كونها تهتم في الجانب ما يدور حولها في المدن وفي بعض المناطق كصراعات وقتال ومواجهات، لكن نعم أنا الذي ألحظه هناك قصور في الجانب الإعلامي، وأشكركم على هذا التوجه وهذه اللقطة، يعني والذي هو واجب على كل الوسائل الإعلامية أن ينتبه لحال الناس والنازحين، فهم يفترض تكون القضية الأساسية الأولى قبل كل شيء. بالنسبة يعني أنا لا أتحدث عن الشخص، لكن هناك قصور من كثير من وسائل الإعلام، وخصوصا أنها دخلت في غمار الصراع والمناكفات السياسية، وللأسف هناك التجاهل كثير لأوضاع النازحين وأحوال الناس في هذا الجانب، ولم يكن هناك التغطية الكاملة لما يحتاجونه لأوضاعهم لحالهم، أقلها إبلاغ المجتمع الدولي، إبلاغ المجتمع المحلي، السلطة المحلية، السلطة الحكومة تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب. إذا أشكرك الصحفي رضوان فرع، كنت انضميت لنا عبر الهاتف من عدن. أعود إلى الدكتور عبد الكريم شمسان رئيس ائتلاف الإغاثة. دكتور عبد الكريم، من المفترض في حالات حرب أن يكون هنا غرف طوارئ للإغاثة، هل هذا موجود في المناطق التي تشتد فيها يعني المعارك، معارك والقتال، خصوصا في الوازعية وما جاورها، هل هذا موجود؟ حقيقة أخي قبل أن أجيب على سؤالك، إحنا لو في الآن كان عندكم الوقت أنا ممكن أرسل لك الإحصائية بأسماء المناطق التي تم النزوح منها وأسماء المناطق التي تم النزوح إليها وعدد الأسر وكذلك احتياجات الأسر بشكل عام، وكان من ضمن احتياجات هذه الأسر عمل مخيمات. لكن جميل. حقيقة إلى هذه اللحظة الحرب مقتربة من سنتين في محافظة تعز، ولكن لا توجد حالة طوارئ فعالة، بمجرد أن يحصل نزوح تقوم المنظمات الدولية بتلبية احتياجات هؤلاء النازحين، مثلا عمل مخيمات لهم وإمدادهم بالأساسيات، وإنما ربما بعد أسبوع إلى 10 أيام يبدأ عملية يعني إغاثة هؤلاء النازحين. إلى اليوم فعلا لا توجد حالة طوارئ بمعنى الكلمة أنها تغيث النازحين بمجرد خروجهم من منازلهم. حقيقة أنا أستطيع أرسل الصور التي تبين برضو يعني معاناة هؤلاء السكان مع تعدادهم والمناطق التي نزحوا إليها منها لاحق والبرح وغيرها من المناطق التي وصلوا إليها. نعم. طيب دكتور، كانت تعز وضعت من قبل الحكومة على أنها مدينة منكوبة في وقت سابق، بالتالي المحافظة بشكل عام وما جاورها، هل هذا الأمر كانت له يعني عمليات إجرائية لمسموها أنتم في عملية إغاثة الناس ووصول الدعم لكم حتى لا تحدث مثل ما يحدث في الوازعية الآن؟ حقيقة كانت ربما معاناة تعز عندما كان الحصار من جميع الجهات، ومع هذا كان الناس يتفاعلون مع محافظة تعز واتصال الإغاثة، ولكن للأسف من بعد أن فك الحصار الجزئي بدأت تقل الإغاثة، وبالذات من شهر رمضان السابق يعني اليوم قلت الإغاثة، رغم أن العالم بشكل عام يعني والحكومة الشرعية بشكل خاص يعرفوا ما هي معاناة محافظة تعز، وربما في الأيام الأخيرة أغلب المنظمات أيضا خرجت من محافظة تعز لتتجه إلى محافظة صنعاء أو إب وغيرها من المحافظات الأخرى، وتركت فعلا محافظة تعز كما هي،
بل هناك بعض المنظمات الدولية أصدرت تقريرها لعام 2016 بأنها تصرف كل شهرين لمحافظة تعز من المعونات، ولكن حقيقة نحن على اطلاع بأنها خلال عام 2016 لم يصرف من بعض المنظمات إلا 3 مرات، وهي تقول كل شهرين المفروض أن تصرف يعني إغاثة للسكان بحوالي 6 مرات، لكن التقرير يقول أنها كل شهرين كل 60 يوم، ولكن بالحقيقة نحن مطلعين على 3 مرات فحسب. يعني ربما نحن نتمنى أن يكون 2017 أحسن، يخرج محافظة تعز من البؤس التي هو فيه ولا تزداد سوءا لما هو تعاني أو معاناته عام 2015 و2016. طيب في هذا النقطة وبخصوص الوازعية ونازحها تحديدا، هل هناك دور للجنة الإغاثة الحكومية، اللجنة العليا للإغاثة، في حل القضية والإشكال؟ هل هناك تواصل معكم؟ حقيقة بعض المنظمات بدأت الأهلية ترسل بعض المعونات، منها جمعية الإصلاح ومنها مؤسسات إرقى عبر ائتلاف الإغاثة الإنسانية. اللجنة العليا ممثلة بالأخ الوزير له أكثر من أسبوع يعمل عملية مناداة وطلب احتياجات المديريات الأربعة التي ذكرتها سابقا، وتم تزويده باحتياجات هذه المديريات الأربعة، مديريات الساحل. ربما في الأيام القادمة يكون هناك استجابة لمديرية الوازعية وغيرها من المديريات المنصوبة التي تسمى مديرية الساحل. طيب دكتور، هناك الكثير من يتحدث على أن الإعلام قد يكون مقصرا في بعض نواحي التغطية كلجان إغاثة وكذلك كمنظمات، هل هناك لها يعني نزول ميداني وحتى عمليات تصوير وتوثيق لرفع هذه المعاناة للجهات المختصة؟ هل تقومون أنتم في ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمثل ذلك؟ حقيقة نحن نصدر كل شهر ما يعني تقرير باللغتين العربية والإنجليزية لمعاناة محافظة تعز، ونرصد كل جديد ما الذي يتم وما الذي يحصل في محافظة تعز وما هي احتياجات محافظة تعز، وعبر الأيام القادمة إن شاء الله نصدر في ائتلاف الإغاثة ما هي احتياجات محافظة تعز بشكل عام، وهذه الاحتياجات حصلنا عليها من احتياج كل مديرية من المختصين في المجالات المختلفة، وكذلك احتياجات المكاتب الحكومية. نحن فعلا نقوم بما نستطيع إليه، وفي الأيام الأخيرة أيضا بعض المنظمات بدأت ترصد وتنزل إلى الميدان وبالذات في أماكن المواجهات بين الأطراف المتصارعة لترصد الواقع، ولكن للأسف حقيقة أنا ما أشاهد أنهم ربما يرصدون الواقع ويحتفظون به في الأدراج، لكنهم لا ينشرون ما يقوموا برصده من الواقع من الصور والمعاناة التي يعانوها المواطن، وإنما يرصدونها كمنظمات ولكننا لا نراها أن تنزل إلى القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية على أساس أنها يعني البعيد يعرف بها قبل أن القريب. إذن أشكرك، كنت معنا من تعز رئيس ائتلاف الإغاثة الدكتور عبد الكريم شمسان، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم على حسن المتابعة والإنصات. في ختام يتقبل تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل كمال حيدر منتج البرنامج وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.